شلون شفت استقبال أهل العراق لك؟ أنا العراق استقبلني من عشرات السنين دون أن أزوره. هاي أول مرة بزور العراق، وأنا بعتذر جدا من نفسي ومن العراق لأني تأخرت كثيرا. آخر دولة عربية تعرفت عليها الآن هي العراق، لازم كنت أعرفها من قبل يعني. لكن الحقيقة أنا اكتشف أنه أول ما تدوس داخل الخريطة العراقية تكتشف أنك أنت هاي الأرض بتعرفها، وهاي الأرض منك وفيك، وهذا الرحم الموجود في الأرض العراقية والخصوبة والتنوع بالثقافات أنت بتنتمي له غصبا عنك. احنا موجودين بكل منطقة المشرق العربي من أولاد ثقافات مختلفة ومتنوعة وتربينا عليها. الانفتاح الفني اللي دا يصير بالعراق بالآونة الأخيرة، كيف تنظر إليه الانفتاح الفني؟ هذا أنا في شيء بخوفني وفي شيء بتشجع له وبتمنى يستمر ويصير للأحسن، خاصة الفنان العراقي وتحديدا الدراما العراقية. الأرض الحقيقية اللي توقف عليها الدراما دائما هي الثقافة وليس الإعلام. هذا أنا أتمنى على الدراميين العراقيين أن ينتبهوا جيدا إلى هذه المساحة. لابد من خوض معارك مع الإعلام، لأن الإعلام بكل مواصفاته لا يخجل، لا أقصدك أنت طبعا، لا يخجل من وجود رقابة عنده لأنه هو عنده توجيهات، لكن الثقافة دائما تخجل. ونحن صناع ثقافة ولسنا صناع ميديا وإعلام، وبالتالي دائما هذه الوسادة التي يجب أن يتكئ عليها الفنانين والدراميين العراقيين يجب أن تبقى حظوتها الرئيسية في الثقافة تحديداً.